صباح الخير على حضراتكم من جديد، فقرة جديدة من فقرات هذا الصباح. في الحقيقة يعني بنتكلم عن موضوعات مهمة جدا، وكان في خبر مفرح معانا الصبح اللي هو طبعا نفاذ كل التذاكر الخاصة بأوبرا عايدة وانطلاق أوبرا عايدة الجديد، وكمان نفاذ يمكن الفنادق أو الغرف الفندقية في مدينة الأقصر إن شاء الله استعدادا للحفل الكبير اللي هيكون موجود في الأقصر. انطلقت بالأمس من ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي في الأقصر أولى عروض أوبرا عايدة الرسمية بعد غياب كان استمر لحوالي 22 عام ما كانش موجود اطلاقا، وحضر كمان هذا الحفل عدد كبير من السائحين يقدر بالالاف لحضور هذا العرض. طبعا بيكون عرض مبهر جدا من احدى الفرق الاوكرانيه اللي بتكون جايه بكامل هيئتها وبمشاركه حوالي 70 موسيقي ضمن الكورال الوطني الاوكراني. خلينا نتكلم عن هذا الموضوع بشيء من الاهميه والاستفاده مع ضيفنا الكريم دكتور زين الشيخ المستشار السياحي امين عام المجلس المصري لشؤون السياحه. شرفنا يا دكتور. صباح الخير عليك، اهلا وسهلا بيك. طيب الله يخليك، اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. يعني 22 عام غياب عن هذا الحدث المهم، طبعا عودته بتكون عوده مفرحه جدا للجميع، وفي الحقيقه المبشر كمان والمفرح ان احنا بنتكلم عن نفاذ كل التذاكر وكمان الغرف الفندقيه في الاقصر ما عادش موجوده اطلاقا. اذا ده كان حدث مهم وعودته كمان هي اهم بكثير جدا من الغياب اللي كان موجود فيه. اولا انا برضو بكرر تهنئه للشعب المصري كله بمناسبه انتصارات اكتوبر، وده شهر طيب ان شاء الله شهر الفرج وشهر النعيم على مصر ان شاء الله، المستقبل يكون واعد. وزي ما حضرتك اشرت ان احنا فعلا بقالنا 22 سنه ما نظمناش اوبرا عايده، لان اخر تنظيم ليها فعلا كان من سنه 98 اعتقد، يمكن تقريبا او تسعين، فبقى لنا حوالي 22 سنه تقريبا لم تنظم اوبرا عايده في مصر. الحقيقه اوبرا عايده حدث مهم جدا جدا، مرتبط بالتاريخ المصري ومرتبط بالفرعونيه بالفراعنه، علشان كده يمكن اقامته في الاقصر اللي في مدينه طيبه في معبد حتشبسوت ده اعتقد ان هو يعني اختيار موفق جدا جدا جدا. والحقيقه انا بحب اشير الى المناسبات، اجنده المناسبات، يعني مناسبه زي دي اللي فعلا في حوالي 4000 سائح تقريبا من مختلف انحاء العالم موجودين، ونفاذ التذاكر واشغالات الفندقيه، ودليل على الامن والامان في مصر، ان مصر فعلا بتقدر تقدم خدمات فنيه وموسيقيه وفي مختلف المجالات السياحيه. طيب دكتور، كمان بنتكلم عن ساحه الملكه حتشبسوت في البر الغربي يكون موجود فيها في الاقصر الاستعدادات الرسميه طبعا لانطلاق اوبرا عايده. شايف حضرتك الاستعدادات في شكلها الجديد يكون عامل ازاي، واختلافاتها كمان عن السابق، يعني الشكل بالنسبه لحضرتك يكون عامل ازاي؟ هو الحقيقه يعني طبعا احنا بنركز على عنصر الامن والامان في مصر، يعني احنا فعلا بعد فتره، بعد انت عارف حضرتك بعد الاحداث اللي بتاعت بعد ثوره 25 يناير 2011 وما صاحب ذلك من تداعيات امنيه وحظر السفر لمصر من دول كثيره في العالم، فاحنا بناكد للعالم ده المكان ان احنا بنتكلم ان الصعيد المصري امن، ان مصر كلها بصفه عامه امنه، وان اقامه الحدث في مصر في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده خير دليل على ان مصر فعلا امنه، وانها تقدر تستقبل وتنظم مناسبات فنيه كبيره جدا جدا، تستقطب اعداد كبيره جدا جدا. ونتمنى في المستقبل ان يكون في فرق ثانيه، مش بس الفرق الاوكرانيه، فرق الاقتناع مع احترامي الكامل هو طبعا، لكن في فرق اشهر من النمسا ومن ايطاليا ومن روسيا والحاجات دي كلها، واحنا نظمناها. وليه ما يكونش من مصر بقى؟ ومن مصر طبعا ان شاء الله، لكن هو انت عارف حضرتك لما بتدي الصبغه العالميه للحدث فبيجي سواح، يعني في واحد مثلا حضرتك بتقول على بلاسيدو دومينجو على سبيل المثال، لو ان واحد اسم زي ده موجود فكل العالم بيجري وراه. هو التنظيم الجيد، الفرق اللي هي القويه اللي ليها اسم في العالم دي ممكن تكون عامل جذب اكتر للحدث نفسه، ولو ان اوبرا عايده نفسها مش محتاجه بالزبط. طبعا تعرف واحنا خاصه ان احنا بنحتفل السنه دي 1800 71
يعني انطلاقه كانت 1871 انطلاقه برعايته. لا احنا بنتكلم عن رقم بعيد جدا. افتتاح قناه السويس نفسها كان 1869 150 سنه تقريبا ان شاء الله في شهر نوفمبر، فاعتقد دي بتبقى مناسبه برضو لتكرار الاحتفالات. طيب بنتكلم برضو دكتور، كنت عايز اشير نقطه ان احنا بنتكلم عن 1871 هو انطلاق اوبرا عايده. تمام. والمخطوطات اشارت لكده بشكل كبير جدا. تمام. طيب التركيز على عنصر التاريخ بقى، يعني توعيه الناس اللي موجوده مهم جدا. وتوزيع البروشورز، ان احنا بنتكلم بالظبط 1871 انطلاق اوبرا عايده، يعني بالزبط. ده تاريخ طويل جدا طبعاً. ازاي ممكن نروج للنقطه دي على وجه التحديد؟ مهم جدا حضرتك، يعني هو حضرتك زي ما حضرتك اشرت اللي هو استغلال المناسبات التاريخيه دي، زي يعني ده عامل جذب كويس جدا جدا، المفروض ان احنا بنبدا نستعد، واعتقد ان في استعداد من دلوقتي من وزاره الثقافه ووزاره الاثار ووزاره السياحه المصريه لاستقبال الحدث اللي هو لتكرار عرض اوبرا عايده بفرق فنيه كبيره. انت عارف حضرتك ان في يعني بنأكد دايما باستمرار ان الساحل العادي ممكن يأجل رحلته وحاجات، لكن الناس اللي هم بتحضروا مناسبات فنيه مناسبات رياضيه فدول بيبقوا حريصين انهم يجوا، فانت كان حضرتك تستغل الاجنده بتاعت المناسبات السياحيه المصريه في الترويج لحدث زي اوبرا عايده، وده هيبقى شيء جيد جدا جدا. ونبدا من دلوقتي، حضرتك انت بتتكلم على سنتين ان شاء الله اللي هو 21 ان شاء الله، اعتقد ان احنا ممكن نجهز لحدث عالمي كبير جدا جدا بالنسبه لاوبرا عايده. طيب. وتبقى عروض اكتر، مش بس مجرد، انت عارف حضرتك المره دي العرض بالليلتين اثنين اللي هو امبارح وبكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله. طيب عايز اتكلم برضه دكتور على فكره ان احنا نروج ان احنا مثلا اوبرا عايده ازاي استغل الحدث خارجيا بقى، الترويج ليه خارجيا باشغالات الفنادق اللي موجوده دلوقتي، باشغالات الاجانب اللي موجوده، يعني عايز استغل الحدث مش بس في عروض فنيه، لا عايز اشتغله كجذب عنصر تمام. خارجي بالنسبه لمصر. تمام. هو الترويج حضرتك يعني المفروض ان احنا يعني علشان تروج لحد، اولا بتشوف الفرقه الفنيه بتجيب اسم، بتعمل بروشورات، بتعمل عن طريق الاونلاين اعلانات والحاجات دي كلها، بتعمل مؤتمرات صحفيه في الخارج، بتتصل بالمؤسسات الفنيه اللي موجوده في الدول الخارجيه كلها علشان تروج الحدث. في وسائل ترويج جامده كتيره جدا جدا جدا، المهم انك انت حضرتك ويعني بتسهل في الاجراءات التاشيره، بتسهل في اجراءات الوصول، في الاقامه، في الحاجات دي كلها، كل ده بيعمل رواج للحدث وبيعمل تنشيط للحدث، وتقدر تجذب اكبر عدد من الناس. وعلى فكره هو الحدث ما بقاش قاصر على نفسه، يعني حضرتك اللي بيجي يحضر اوبرا عايده زي ما حضرتك عارف بيجي بيبقى في برنامج اسبوع على الاقل بيشوف كل المزارات السياحيه الموجوده في مصر، فالترويج للحدث في حد ذاته ده كويس قوي، لكن الابعاد الاكثر من كده زي ما حضرتك اللي هو تاكيد الامن، اشغالات فندقيه، تشغيل ناس، رواج سياحي، رواج اقتصاد مصر، فالحدث في نفسه في حد ذاته كويس، لكن ما بعد بالظبط كده التبعات بقى، التبعات هو ده اللي كويس جدا. التبعات بقى ده النقطه اللي عايزين نرتكز عليها دكتور. تمام. ان احنا بنتكلم على التبعات بقى، احنا بنتكلم عن اشغالات فنادق 100% كويس، حتى المراكب النيليه اشغالات نسبه 100%. اذا ده تاكيد للعرض اللي بالظبط كده بناكد على الحنطور وكل الحاجات دي كلها. بالظبط يعني بالظبط ده اللي احنا عايزين ناكد عليه، ان احنا يعني لازم يسوق خارجيا بشكل مختلف. ما عشان كده بقول لحضرتك ان هو الاجنده نفسها اجنده، حتى لما بتعمل مهرجان فني، كنا بنعمل مثلا على سبيل المثال مهرجان الاسماعيليه، بتعمل الحدث الرياضي زي البطوله بطوله الامم الافريقيه، الحدث في حد ذاته كويس قوي، لكن هو ما وراء الحدث انك انت حضرتك بتعمل سمعه كويسه لمصر، بتقول ان مصر قادره على التنظيم، مصر قادره على الامن وانها توفر الامن والامان للسائح، وفي نفس الوقت بقى العائد الاقتصادي، ولو انا شخصيا يعني حتى العائد الاقتصادي كويس قوي، لكن احنا اللي هي العنصر انك انت العنصر الانساني في الموضوع، انك انت بتعمل رفاهيه للناس، بتجيب الناس بتنبسط بحاجات زي كده، وفي الاخر بتحقق الفائده الاقتصاديه، يعني الغرض ان احنا نعمل حدث كويس، الغرض ان احنا ننظم كويس، الغرض ان احنا يعني كل ده حضرتك يعني بيعتبر بيدي لك سمعه كويسه في العالم انك انت دوله سلام ودوله امن ودوله رفاهيه ودوله سعاده ودوله هوسبيتاليتي او كرم ضيافه بالنسبه للسياح اللي هو الاجنبي اللي جاي. وده اللي فعلا بيتقال عن مصر بره. ده اللي بيتقال عن مصر، ودي سمعتنا كل طول العمر، يعني اكتر حتى كان اكتر حاجه بنروج لها باستمرار هو العامل البشري المصري، الانسان المصري اللي هو بيستقبل كويس وبيضحي وبيعمل كل الحاجات علشان يسعد الضيف بتاعه. طيب رؤيه برضه حضرتك يا دكتور عن المؤشرات الاقتصاديه الخاصه بالسياحه خلال هذا الربع، مثلا الربع الاخير من هذا العام. تمام. اعتقد بعد كمان رفع الحظر البريطاني عن شرم الشيخ اعتقد هيكون في انتعاشه كبيره جدا ان شاء الله. والحقيقه احنا يعني يمكن السنه اللي فاتت حققنا تقريبا تجاوزنا رقم 11 مليون سائح، يعني اقل حاجه بسيطه من اللي هو الرقم الريكورد اللي هو بتاعنا بتاع 2010، لكن الدخل السياحي تجاوز اللي هو يعني اعتقد 12 مليار وشويه تجاوزناهم اللي هو الرقم القديم.
السياحة لها دور مهم جدا جدا في الاقتصاد المصري، ولها دور جد مهم جدا جدا في الشعب والتشغيل ونسب التشغيل بتاعت العامل البشري الإنسان المصري. فأعتقد أن كل ده إن شاء الله مؤشرات جيدة، وإحنا مقبلين على موسم كويس زي ما حضرتك قلت، اللي هو اللي إحنا رفع الحظر البريطاني عن السفر لشرم الشيخ، وفي مؤشرات كتير جدا جدا من دول، وحتى منظمة السياحة العالمية وحتى المجلس السياحي الدولي بيقيم مصر دلوقتي أنها دولة إحنا بنحقق تقريبا أعلى معدل زيادة في السواح في العالم. صحيح، شرفتنا يا دكتور وسعداء بلقائك، وسعداء جدا بلقاء حضرتك النهارده، ويومك سعيد ان شاء الله. نتمنى موسم جيد لمصر ان شاء الله، ونتمنى السياحه. شرفتنا يا دكتور، سعداء بلقاء حضرتك دايما. شكرا جزيلا دكتور زين الشيخ، المستشار السياحي وامين العام المجلس المصري لشؤون السياحه، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا يا دكتور، صباح الخير عليك. إذا ده كان نقطه ختامنا مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، غدا باذن الله فريق عمل جديد، الى اللقاء.